طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن بعتقد المحاضرات الماضية كنا بنحكي فيها في الووتر كواليتي، وحاولنا نشوف مواصفات المية من ناحية الفيزيكال الكيميكال البيولوجيكال كواليتي، ومن ثم لما بنعمل فحوصات المية لهذه البارامترز بنشوف الستاندرد، وهذا المية صالحة للاستخدام أم غير صالحة للاستخدام. طبعا يمكن شفنا كمان بشكل خاص وضع المياه في قطاع غزة من ناحية الكواليتي، وركزنا على عنصرين اساسيات فيهم العنصر الكلور وعنصر النترات بشكل اساسي. اليوم اذا جينا، وهذا في غالبيه الاحيان، بنجد انه المياه على وضعها القائم غير مطابقه للمواصفات. يعني لو انا جيت مثلا اخذ مياه سطحيه من كثير من المصادر المياه السطحيه الموجوده في العالم، او من المياه الجوفيه كمثال عندنا في قطاع غزه، بنجد انه هذه المياه في اكثر من باراميتر لا تتفق مع المعايير مع مواصفات المياه، ومن ثم بتحتاج الى عمليه التريتمنت. اليوم راح نحاول نحكي في شغلتين، راح نحاول نحكي شو كل كونسبت للتريتمنت، يعني لما انا بقول لتريتمنت المي، يعني ايش مفاهيم لتريتمنت للمي، ومن ثم راح نبلش نحكي على احد هذه الانواع او احد اشكال التريتمنت او احد وحدات التريتمنت اللي هو اللي احنا بنسميه كواجوليشن اند فلاكوليشن، وهذا لما نوصل له راح نوضح فيه بشكل اساسي. اذا بدي احكي على كونسبت لتريتمنت ومفهوم لتريتمنت للمي، احنا اتفقنا من نقطة أساسية إنه ما في الماء دون الماء هو solids. أول ما بلشنا نحكي قلنا إنه كل ما في الماء دون الماء فيزيكالي اعتبرناه إنها solids، وقسمنا solids هاد إلى قسمين أساسيات. قسمنا solids إلى suspended solids وإلى dissolved solids، وقلنا ما بينهم الكولويدال باتكل، لكن في فحوصاتنا قسمناهم الى سسبندد والى ديسولد. هسه لو جيت اشوف، معناته اذا انا بشيل الديسولد سوليد السسبندد سوليد من الميه وبشيل الديسولد سوليد من الميه، معناته الميه بتصير بيور ووتر، ولا مش هيك؟ هسه لو جيت للسسبندد سوليد، السسبندد سوليد في منها كورز وفي منها فاين، يعني لو انا جيت اشوفها من حيث الحجم، في منها من هو احجامه كبيره، في منها من هو احجامه صغيره. بالمنطق اولا، شو اللي بيخلي الميه تحمل سسبندد سوليد معها؟ حركتها. لانه احنا قلنا الميه لما بصير ران اوف جريان سطحي، الميه ايش فيه بتقدر تشيل معها تحمله معها، والحمل هذا نتيجه حركه المياه، صحيح؟ إذا بالمنطق إذا أنا نزعت خاصية الحركة من المياه، هل التسعد نزلها حاملة كل هذه البارتيكلز معها؟ لا. وهذا المنطق الأول، أول منطق احنا بنشتغل عليه في الماء إذا فيها سسبندد سوليد، إني أحول الماء من حالة حركة إلى حالة سكون فترة من الزمن. وهذا وين بتم؟ بتم لو أنا حطيت المية في تانك، في حوض أو تانك، وي كول إت سيديمنتيشن. سيديمنتيشن تانك. اذا اول بروسس او وحده للبروسسز الرئيسيه اللي ممكن اعملها للماء لو في سسبندد سوليد، اني اصمم له او اعمل له سيديمنتيشن، بمعنى اني ترصيب. اذا لو انا تركت الماء تقعد فتره من الزمن في حوض، اذا ما فيها من بارتيكلز حجمهم او كثافتهم اكبر من كثافه الماء بيتعصبوا، واذا في بارتكل كثافتهم اقل من كثافه الماء بيطفوا. اذا بصفي الماء ما بين هذول المنطقتين، ومن هنا البارتكل الدنسيتي عالي بتتعصب هنا، والبارتكل الخفيفه بتطفو هنا. وانا مفهوم التخلص من السسبندد سوليد اني اعزل الميه عن السوليد، يعني السوليد يصير في مكان والميه تصير في مكان. هذه البروسيس وي كول ات سيديمنتيشن بروسيس. احيانا ما قبل السيديمنتيشن، اذا الميه فيها بارتيكلز كبيره نسبيا، احيانا احنا كلنا في المطابخ عندنا بحطوا في المطبخ في المجله مصفايه، ولا لا؟ ليش؟ عشان تعب ولا
فانا اذا كان في عندي باركت والمصفاية لسه اسهل من حوض، لانه انا بحطها في مجرى الماء، وين الماء بيجي بحطها في مجرى الماء، معناته هي بتحجز ما قبلها. وهذه بسموها فكريا، بسموها فكريا، اللي هي عبارة عن مصفاة. فممكن استخدم مصفاة، ومن ثم الباتكز اللي ما بيقفوا مع المصفاة اللي حجمهم اصغر من فتحات المصفاة ممكن امررهم على سيديمنتيشن، او اعملهم عملية سيديمنتيشن، عملية ترصيب. طيب اذا انا بلشت السسبند الصود عندي تزول ولا مش هيك؟ هسا هل كل السسبند الصلد في السيديمنتيشن تانك رح يترصبوا؟ لا. مين بضل، الكبير ولا الصغير؟ الصغير، لانه الكبير سهل يترصب، سهل ينزل، اسرع من الباتكلز. كل ما كان الباتكلز فاين اكثر، كل ما كان اصعب انهم ينزلوا. من ثم ممكن امرر المي على بروسس بنسميها فلتريشن. فلتريشن اللي هي بمعنى ترشيح للمياه، وهذه عادة بتتم من خلال ساند فلترز، بتتم من خلال ساند فلترز. مفهوم الساند فلتر، احنا لما كنا بنحكي في الماء في الرن في الستورم ووتر او في الرين ووتر اللي بيصل له انفلتريشن، لانه بيمشي خلال طبقات من التربه بيصل بيصل الخزان الجوفي خالي من السسبندد سوليد. طبعا ليش خالي من السسبندد سوليد؟ لانه صار له فلتريشن خلال مين؟ طبقات التربه. طبقات التربه بالنسبه لي مش هي الساند بشكل اساسي. اذا لو انا عملت المي اللي فيها سسبندد سوليد انا مضيتها خلال طبقه من الساند، معناته انه انا ما فيها من فاين سسبندد سوليد، راح تتوقف بشكل اساسي على سطح الفلتر، على سطح الساند فلتر. فبالحاله هاي البارتكل بقدر اشيلهم بالسكرين شلتهم، اللي ما انشالوا بالسكرين بيدخل على سيديمنتيشن تانك، اللي ما تصفوا في السيديمنتيشن تانك ممكن يتصفوا خلال الساند فلتر. وبهيك تقريبا بهذه المفاهيم انا بقدر اتخلص بشكل اساسي من السسبندد سوليد. طبعا اللي احنا بنروح نحكي اليوم بنحاول نحكي المفاهيم، لانه احنا المحاضرات اللي راح نحكي كيف بنصمم السيديمنتيشن تانك، لو في الاخر بدنا نعمل انجينيرنج ديزاين للتانكس، كيف بنصمم الفلتر، شو معايير التصميم، شو الديزاين، شو وات ايفر. بس احنا اليوم نحكي على مفهوم او الكونسبت لعمليه التريتمنت للمي. شغله ثالثه، احيانا المي بكون لها اودار رائحه ولا لا؟ احيانا بكون المي فيها ديسولفد غازز، غازات ذائبه. كيف ممكن اتخلص من هيك شيء؟ عشان اوضح نقطة في هذا الاتجاه، لو دخلت قاعة غرفة مسكرة مغلقة، عادة بنلاقي الغرف المغلقة إذا قعدت في مغلقة طويلة بتفتحها بتلاقي لها رائحة، شو بتعمل؟ طب ليش يعني الشباك شو بيعمل؟ بيعمل تهوية ولا مش هيك؟ إذا الماء إذا كان بيحتوي له في رائحة ممكن أعمل له عملية تهوية، اللي هي عملية تعريضه للهواء فترة من الزمن. إذا عرضته للهواء فترة من الزمن بطريقة معينة، أنا بعمل ريليز لكل الرائحة اللي ممكن تكون موجودة في المية، وهذا اللي بروسس بسموها ايريشن. بسموها ايريشن. كمان إذا في غازات في المية، يعني حدا فينا لو معك زازة كولا مليانة بالغازات ولا مش مليانة بالغازات، لو بدك تتخلص من الغازات شو بتعمل؟ تفتحها. طبعا فتحها، شو يعني فتحت القزازة؟ عرضتها للهواء ولا مش هيك؟ طب لو ضبتها في صحن كبير ولو حركتها، طبعا كل عمليات تهوية، بس انت تزيد مساحة الالتقاء ما بين الماء وما بين الهواء، لانه بدل ما تطلع الغازات من فتحه الغاز لو حطيتها في دش كبير في صحن كبير اسهل الغازات تطلع، لو حركتها اسهل واسهل الغازات انها تطلع. هذا كلها البروسيس بنسميه عمليات ايريشن،
عمليات تهوية الهدف منها إما تخلص المية من الروائح اللي فيها أو أنها تخلصها من الغازات اللي فيها. هاي كمان بروسس. طيب بيجي عندنا بالطرق هذه المختلفة بنقدر المية معناته إيش ما فيها من سسبندد سوليد سواء كانت كوس أو كانت فاين إنه نتخلص منها يا إما بهذه الطرق مجتمعة أو بأحدها حسب كمية وطبيعة السوليد الموجودين. يعني مش ضروري المية لازم تمشي خلال كل اليونتس هذولا. بس إحنا بناء على شو في المية من ملوثات شو حجم الملوثات هذه بدنا نقرر وهذا في التصميم بصير إنه معناته أنا المية شو بلزمها؟ هل بلزمها سيديمنتيشن بعده فلتريشن أو أيريشن قبله سيديمنتيشن واتفر هذا الحكي. كل بروسيس إلها هدف معين. في النهاية أنت هدفك إنه كل بروسيس هذه مجتمعة المية تدخل لما تدخل مواصفات معينة تطلع بالمواصفات اللي أنت بدك إياها. طبعا ما بغيب عن بالك إنه أنت تنفذ الحكي هذا بأقل تكلفة ممكنة. هذا طبعا الحكي كله ممكن يخلصني من المية مما فيها من سسبندد سوليد. إذا جيت تحكي على الديسولفد سوليد طبعا الديسولفد سوليد بالمنطق كل البروسيس هذه ما بتسوي فيه حاجة. يعني اعمل المية سيديمنتيشن بتعصب الديسولفد سوليد، اعملها فلتريشن بتفلتر السسبندد سوليد. لا الديسولفد سوليد آسف الديسولفد سوليد في عندنا أكثر من طريقة مستخدمة لعملية التخلص من الديسولفد سوليد. من هذه الطرق احيانا شيء بنسميه ايون اكسشينج. ومن مفهوم الايون اكسشينج انا بحكي على تبادل ايوني. كيف يعني تبادل ايوني؟ انا مثلا اذا جيت على الماء لقيت الميه الكالسيوم فيها عالي، الكالسيوم فيها عالي لكن الصوديوم فيها منخفض. يعني الكالسيوم فوق الستاندرد، الصوديوم تحت الستاندرد. اذا جيت ضفت للماء على سبيل المثال كربونات صوديوم، ضفت على الماء كيميكال كربونات صوديوم، طبعا كربونات الصوديوم تنحل في المية الى كربونات وصوديوم. الكربونات عاده إذا كانت بنسبة عالية بتتفاعل مع الكالسيوم وبتعطيني مادة مترسبة. مقابل أني أنا تنزلت أيونات الكالسيوم ارتفعت عندي أيونات الصوديوم بس ظلت within the standard. إذا أنا بعمل نوع من التبادل الأيوني بحيث أني أنا بقلل نوع من الأيونات مقابل زيادة نوع ثاني من الأيونات بس بحيث أني أنا أوصل كله إلى وضع لا يتعدى الستاندرد. احلال يعني واحد محل ثاني بحيث انه انا احول اللي كميته عاليه احوله من شكل ايوني الى شكل مترسب. في عندنا اليوم احدى السيستمز واكثر السيستمز شيوعا السيستم اللي بسموه ريفيرس اسموسيس. الريفرس اسموسيس اللي هو بالعربي الضغط الاسموز العكسي. شو المفهوم للضغط الاسموز العكسي؟ احنا مر علينا سابقا الضغط الاسموزي. حدا فينا بيتذكر شو الضغط الاسموزي؟ بينتقل الملح ولا بتنتقل الميه؟ الميه. نعم الضغط الاسموزي علمونا اياه، هذه خاصيه موجوده في النباتات اللي كيف النبات بيمتص الماء من التربه للنبات. قالونا انه جذر النبات تركيز الاملاح فيه عالي نسبيا. جذر النبات تركيز الاملاح اللي فيه عالي نسبيا. فلو جيت اعمل مقطع وهي جذر النبات هالشكل التالي، جذر النبات فيه تركيز عالي من الاملاح. هسا لما احنا بنسقي النبات بنسقيه بفريش ووتر صحيح؟ هسا الفريش ووتر بينتقل من خلال جذر النبات لداخل النبات،
طبعا لما بينتقل من الخارج الى الداخل معناته المي تمشي بهذا الاتجاه من الخارج لوين؟ الى جذر النبات، هذا اللي يسموه الضغط الاسموذي. لو جيت اترجم الشكل هذا الى شكل هيدروليكي معين بالشكل التالي، لو حدا فينا حاول يعمل التجربه التاليه، جاب له جهاز بالشكل التالي، وهنا في نص الجهاز هنا في المنطقه هاي حط ممبرين، ممبرين بالمفهوم بدل جذر النبات، غشاء منفذ اللي هو بميزه جذر النبات. لو حطيت هنا في الجزء هذا سالاين ووتر ماء مالح، وحطيت هنا فريش ووتر، انا مش حولت الشكل هذا لهنا، هذا الجزء وكانه هو جذر النبات وهذا الجزء كان الصويل، مظبوط. حسب السيستم هاي المية راح تتحرك من خلال الممبرين، راح تتحرك من وين لوين؟ من المالح للحلو ولا من الحلو للمالح؟ احنا تعلمنا انه بتنتقل من الفريش، ولا مش هيك؟ المية راح تمشي بهذا الاتجاه، هذا هو مفهوم الضغط الاسموزي، هذا هو مفهوم الضغط الاسموزي. هسا لو جيت من حيث الفلويد، اخذت نقطة هنا ولتكن A، واخذت قبالها نقطة هنا ولتكن B. هسا الفلو حسب السيستم ماشي من A to B ولا من B to A؟ من A ل B. الفلو ماشي من A ل B. ما دام الفلو ماشي من A ل B، إذا الهيد عندي أعلى أكثر من B ولا أقل؟ أعلى، لأنه المية لما بتمشي من حيث الهيدروليك تمشي من الضغط العالي أو من الهيد العالي إلى الهيد الواطي، ولا مش هيك؟ طبعا هنا التوتال هيد ولتكن خلينا نسمي بي اي، بي اي اكبر من بي بي، عشان هيك الميه بتنتقل من اي تو بي. لو انا جيت بطريقه هيدروليكيه، بطريقه هيدروليكيه، وعملت ضغط هنا، ضغطت الميه هنا، طبعا لما اضغط الميه هنا بزيد الضغط عند بي، إذا صار الضغط عند B تعدى الضغط عند A، شو بصير باتجاه الفلو؟ بينعكس من هنا لهنا. في الحالة هذه المية بصير تنتقل من وين لوين؟ من B ل A، طبعا تنتقل من المكان المالح إلى المكان اللي الفريش. طبعا الممبرين هذا شو ميزته؟ الممبرين هذا بيسمح للماء بالانتقال، لكن بيسمحش للأيونات إنها تنتقل، هذا ميزة الممبرين تاع جذر النبات. فأنا في الحالة هذه عملت ضغط، هل هو الضغط الأسموزي أم عكس الضغط الأسموزي؟ أنا عملت عكس الضغط الأسموزي، عشان هيك بسموه الريفيرس أسموزي، اللي هو الضغط الأسموزي العكسي. هذا السيستم، هذا السيستم. هسا عشان أنا أعمل ضغط هنا، كيف ممكن أضغط المية أنا؟ باستخدام إيش؟ اللي هي طبعا المكبس في الآخر عبارة عن بمب، أنت لما بدك ترفع المية بدك تعطيها هيد، شو بتعملها؟ بتعملها بتستخدم لك بمب، مضخه ولا مش هيك؟ اذا هذه ممكن انا امارسها من خلال بمب. يعني لو دخلت الميه عن طريق بمب داخل السيستم هنا، ما هي داخله عند البشر. هذا السيستم ايش بيفرق عمليا عن الفلترز الموجوده عندنا في البيوت؟ ايش الفلتر اللي عندكم في البيت؟ هو عباره عن ممبرين اللي انت بتسميه فلتر، ومضخه عبارة عن ممبرين أو أكثر فلتر أو أكثر بغض النظر، وعبارة عن مضخة. هسا اللي بصير إنه هذا الممبرين اللي هو على شكل أسطواني عادة بتضخ المية ضخ داخله. طبعا الغشاء ما بيسمحش للأيونات اللي بتطلع، بيسمح للمية إنها تطلع. بتاخذ هنا أنت المية اللي طالع من هنا فريش ووتر، بتاخذها على الخزان تاع المية الحلوة، واللي بضل في الداخل هنا بصير فيه تركيز املاح عالي، لانه الكميه الميه جزء منها راح فريش، صار فريش، اذا الاملاح ضلت في مين؟ في المتبقي. المتبقي هذا اللي احنا بنسميه براين، اللي احنا بنسميه براين ووتر، اللي احنا عاده بنصرفه خارج السيستم.
هذا هي محطات الفلاتر الموجودة في البيوت، واللي بقول لك هذه المحطة بتشتغل بالار او، سواء كانت المحطات الصغيرة على مستوى البيت او حتى محطات التحلية، هذول اللي بحلوا مي وبيبيعوا في الشوارع، هم كل اللي بيسوونه بيستخدموا الممبرينز. هسا هذه الممبرين من خلالها انت بتعمل عملية تحلية للمي، فبتمنع غالبية الديسولفت سود انها تعدي مع الماء. طبعا اللي بصير عندنا انه هذا الممبرين بعد فترة يستنفذ. طبعا يستنفذ لسببين، السبب الاولاني نتيجة تركيز الاملاح اللي بصير داخله، الاملاح بصير عالية نسبيا لانه المي اللي بتطلع فريش الملح تاعها ضل في المتبقي، وهذا ممكن يوصل انه بعض ايونات تتعدى مرحلة الساتوريشن وتصير اوفر ساتوريشن، وهذا بحولها من حالة ديسولفد الى حالة سوليد، والسوليد هذا معناته راح يتصب داخل الممبرين فبسكر مسامات الممبرين. طبعا لما بسكر مسامات الممبرين بصير المساحة المنفذة في الممبرين اقل، طبعا لانها بدها تطلع نفس كمية المي بصير الضغط اكبر، فممكن يعمل كراكس في الممبرين، يعمل تشققات في الممبرين. لما بتصير تشققات في الممبرين معناته ممكن تطلع مع المية املاح، عشان هيك انت بعد فترة بتستشعر انه الماء اللي طالع من الممبرين صار له فترة بطلت يعطيني الكواليتي المطلوب، وصار بدنا نعمل عملية استبدال للممبرين، طبعا حسب جودة الممبرين ومواصفات الممبرين وما شابه. لكن هذا هو الكونسبت اللي مبني عليه مفهوم الريفيرس اسموسس، سواء كان الى محطات كبيرة او الى محطات صغيرة. القصة هنا قديش حجم المضخة اللي بتحطها وقديش الممبرين، معناته قديش الكباسيتي للمحطة. ممكن المحطة تعطيني لتر ولا 5 لتر ولا 10 لتر بالساعة، ممكن تعطيني المحطة ألوفات الكوبيك متر بالساعة حسب حجم المحطة. نعم مكلفة لسبب بسيط. هسا هذا الضغط اللي انت بتوفره هنا ضغط عالي، ولما تستخدم مضخات، المضخات شو بتستهلك؟ طاقة، والطاقة رخيصة ولا نعم. هاي الشغلة. الشغلة الثانية انه هذول الممبرينز في اوبريشن اند مينتنس، في صيانة، والمضخات صيانة، فكله هذا بدك تحمله على السيستم. الشغلة الثانية انه انت كل كوب مية بتدخله هنا قديش بعطيك فريش وقديش انت بتخسر مقابله مية. يعني انت اذا بدي اعالج او بدي اخذ لي 1000 كوب معناته لازم انا اضخ 1500 كوب او 1600 كوب، لانه 600 بنكبه و1000 انت بتاخذهم، فهذا المي كمان لها ثمن غير عن السيستمز الثانيه. يعني السيديمنتيشن تانك ما بياخذ مي، المي اللي تدخل فيه بتطلع منه، الفلتريشن المي اللي تدخل فيه بتطلع منه، لكن في الريفيرس اسموس جزء كبير بروح از براين. الشغله الثانيه انه كل ما كانت الماء املح، يعني نسبه الملوحة فيه اعلى، كل ما كان بدنا بشر اكبر، معناته كل ما كان بدنا هيد اكبر، كل ما كان بدنا في ممبرينز اقوى. كل صحيح. ما احنا لما جينا نعمل تجربة الديسولفت سوليد مش قلنا بناخذ عينة من المية كم وبنعمل له عملية تبخير، والمتبقي هو السوليد اللي كانت ذابة في المية. فأنت هذا السيستم اللي كان موجود سابقا قبل الريفيرس اسموسس كانوا بيسخنوا المية لدرجة الغليان لدرجة التبخر، طبعا بتتبخر المية لحالها، الأملاح ما بتتبخر مع المية، بعدين بكثفوا المية بحولوها من حالة البخار إلى حالة ماء جديد. هذا سيستم زمان موجود ليست حديثا، لكن هنا تكلفة، يعني إذا احنا مش متحملين الضغط يعني ندفع انرجي عشان نضغط الماء، فقديش بدنا ندفع عشان نغلي الماء، وطبعا بعد الغليان بدك تكثفها، وممكن تأخذ في الحالة هذه ماء مقطر. بس هنا قديش عملية التكلفة، لأنه كمان احنا كمهندسين دايما مرجعيتنا مفهوم قديش التكلفة، وإلا يعني الأنظمة متعددة لكن بضل قضية في الآخر أنه قديش التكلفة، بالذات أنه لما بنحكي في معالجة المياه احنا بنحكيش في ميديسنز، بنحكي كل شخص بده 120 ولا 150 لتر باليوم وكل يوم، فالتكلفة يومية وليست لمرة واحدة في الشهر ولا لمرة واحدة في السنة. ما بتحجز،
الفلتر هذا هذه بتخلصك اللي كنا نحكي عنه من السسبندد سوليد. لكن الديسولفد سوليد لانه انت انا باخذ مياه الخزان الجوفي في ديسولفد سوليد، ما هو اذا كل طبقات التربة اللي عدى منها ما فلترته بدي انا امشي من خلال طبقه اكثر من طبقه الارض عشان التربة ما بتنقي الديسولفد سوليد، بتنقي بشكل اساسي سسبندد سوليد. يعني هذا الفلتر فتحاته بالمايكرون. لا طينة طبعا اكثر، الطينة قدو عشرات المرات، ولو زي الطينة ما عاد في شيء مشكلة. هذا لا، يعني هذا فتحاته الايون اللي هو قطره، مش احنا لما حكينا في الديسولف الثلد قلنا اللي قطرها ما بين 10 اللي قطرها اقل من 10^6 مليمتر، ما بده يكون الفتحات تاعته اقل من هيك، والا كان جبنا طبقة من الطين ومشينا المي خلال طبقة الطين وحلينا المشكلة لو الطين بتحجز الديسولفد سوليد. طيب اذا هيك انا بكون بعيا من هذه الطرق تخلصت من السسبند سوليد ومن ثم تخلصت من الديسولفد سوليد. بضل عندنا شغلتين. طب اذا المي فيها باثوجينيك اورجانيزمز، ايش ممكن نعمل للماء؟ ممكن نعمل له عمليه الديسنفكشن، عمليه الديسنفكشن هي عمليه تطهير للمياه، وعمليه التطهير ممكن تتم باكثر من طريقه. ممكن نعمل عمليه كلورونيشن للماء، الكلوره، ويمكن هذه الطريقه الاكثر شيوعا، واحنا دائما بنشوف الميه عندنا بيعملوا لها كلوره لهدف التخلص من الباثوجينيك اورجانيزمز اذا الميه فيها باثوجينيك اورجانيزمز. في ناس ممكن تستخدم طرق اكثر تعقيدا، في ناس ممكن تستخدم الاوزون، اللي هو الاوثي، لان الاوثي كمان ماده معقمه، يعني اذا تعرضت الماء للاوزون ما فيها من باثوجينيك اورجانيزم بموت. في ناس بتستخدم الالترا فايولتس اللي هي اليو في، الاشعه اللي فوق البنفسجيه، وهذه الاشعه الفكره فيها انه كل ما كان الاشعه التردد الموجي فيها، احنا بنعرف انه كل موجه لها تردد ولها طول موجي ولا مش هيك، كل ما كان التردد عالي، وهذه طبعا الامواج هذه شورت ويفز معناته التردد عالي، لما بعرض المي لهذا التردد بصير الذبذبات هذه تتحرك داخل الماء، او بصير الماء يتحرك على هذه الذبذبات. طبعا اذا في مايكرو اورجانيزم بده يعيش على هذه الذبذبات، طبعا لما تكون هذه الذبذبات عاليه كذا ميجا او هيرتز بالسكن، تعرفوا اي كائن حي تعرضه الى مستوى من الذبذبات طالع نازل فتره من الزمن شو بده يصير فيها؟ فالخلية مجددا تتعرض لمثل هذه الذبذبات، بيختلط داخلها بخارجها. احنا بنعرف انه الخلية الكائن الحي زي المايكرو اورجانيزم عبارة عن خلية لها غشاء وسيتوبلازم ونواة، مش هيك؟ هسا لما تتعرض لهذه الذبذبات بشكل كبير جدا بتمزع الغشاء وبتتمزع النواة، بتختلط النواة بالسيتوبلازم، وإذا اختلطت النواة بالسيتوبلازم فقدت الخلية خاصية الحياة. وهذه طريقة تستخدم للتخلص من الباثوجينيك اورجانيزمز مش بس في المية، كثير هذه الأشعة بتستخدم في الأماكن الصحية والأماكن العامة، القاعات المغلقة، لأن القاعات المغلقة خوف أنه فيش فيها تهوية ويكون أي حدا مريض تنتقل عدوى من خلال الهواء، لأنه بمشوا هذه الدب، يعني لما بعضوا القاعة لهذه الأشعة بتساعد على أنه تتخلص من الملوثات البيولوجية اللي فيها. ممكن تستخدم في المستشفيات لهدف التعقيم في الغرف وغرف العمليات، لأن غرف العمليات ما راح يقعدوا الشكلور في القاع في الغرفة، فبعضوا الغرفة لهذه الأشعة، فدائما في غرف العملية بتلاقي بتلاقي الأشعة هذه موجودة.
إذا هذه كلها خليني أسمي كونسبت أساسية بالنسبة لنا بنستخدمها في عملية معالجة المياه. بناتي لليونت الأخيرة واللي احنا راح نبدأ فيه تفصيلها اليوم، طب الكولويدال بارتيكلز شو راح نعمل فيهم؟ كيف نتخلص منهم؟ يعني الكولويدال بارتيكل ما هماش ايونات عشان احنا نعملهم نوع من السيستمز هاي، ولا هم سسبندد سوليد بمفهوم السسبندد سوليد. احنا بنعرف ان الكولويدال بارتيكلز عباره عن بارتيكلز الاصل انها تترسب، الاصل انها تترسب، ولكن انها بتكون مكتسبه شحنه خارجيه نتيجه التصادم بين هذه البارتيكلز بتخلي البارتيكل دائما في حاله حركه فبتمنع ترسبها. عشان هيك بنعمل لها بروسس بنسميها كواجيوليشن. كواجيوليشن اللي هو تخثر. شو مفهوم الكواجيوليشن؟ تخثر، نعم. طبعا هنا تيبيكال دياجرام لتريتمنت بلانت، بس خليني احكي على تخثر لانه الباقي السيستمز حكينا فيهم. مفهوم التخثر هسه لو حدا اجى على مكان مليان ببرادة حديد بيقدر يلمها بيده؟ شو بيعمل؟ هات مغناطيس وحركه بينها وبينها بلمها، ولا مش هيك؟ هذا الحكي بمفهوم عنا مفهوم التخثر. كيف؟ انت بتقول لي انه البارتيكلز الحبيبات الكولويدال بارتيكلز هي بارتيكلز فاين بارتيكلز، ولانها فاين بارتيكلز ما بتقدرش تترسب لانها هي مشحونه، وعاده ما تكون مشحونه بتكون مكتسبه الكترون، بتكون مكتسبه الكترون، فعشان بتكون مكتسبه الكترون بتكون شحنتها سالبه. اللي بنيجي عاده بنسويه انه بنضيف على الماء ماده الالوم اللي هي هيدروكسيد الالومنيوم، ماده هيدروكسيد الالومنيوم اللي بتعطيني الـ AL بلس 3، لانه هذه الماده لما بتدوب في المي بتعطيني ايون الومنيوم ثلاثي. هسه ايون الومنيوم الثلاثي بالنسبه لهذه البارتيكلز يعتبر زي ايش؟ نعم، لانه هذا ايون قوي، موجب قوي. هذول شو بيروحوا بيعملوا؟ بنجذبوا حواليه، ففجاه بتلاقي انه هذا الايون طبعا مش بنجذب حواليه ثلاثة، لأنه هي مش عملية اتحاد، العملية مش عملية اتحاد، عدد الأيونات الموجبة قد عدد الأيونات السالبه، هي عملية انجذاب. فبتلاقي فجأة ولا هو صار محاط بإيش؟ بكم من الأيونات السالبة، فكأنه صارت عبارة عن كتلة خارجها إيش؟ أيونات سالبة. معناته إذا في أيونات موجبة حتنجذب، بتصير زي كرة الثلج، معناته صارت كتلة خارجها سالب موجب، من ثم راح يجي سالب وهلم جرة. فشوي بلاقيها صارت عبارة عن ايش؟ عبارة عن كتلة كبيرة من هذه البارتيكلز الصغار اللي من السهل انه نعملها عملية ترسيب. هذا الحكي اللي احنا بنسميه عملية كواجوليشن. احنا بنمارس هذا الحكي في بيوتنا، بتشوفوا اهل البيت او الناس اللي بيعملوا جبنه او بيعملوا لبنه بيجيبوا الحليب، ويمكن انا حكيت سابقا انه الحليب مثال على الكولويدال بارتيكلز، ولا مش هيك؟ شو بيروحوا بيعملوا؟ بيروحوا على الصيدليه بيجيبوا حبه دواء، الكبسوله هذه او هذه الكبسوله هي عباره عن ماده مخثره، لما بتذوبوها في الميه تعمل عملية الأيونات هاي بتعمل عملية جذب، فبتطلع بعد فترة بتلاقي الحليب صار مفصول عن المية، ولا مش هيك؟ لما بتروح تعمل له فلترة بتجيب لك شاشة أو بتجيبوا لهم شاشة ولا غيره، بحطوه بتزل المية بضل مين؟ بضل الجبنة أو بضل اللبن. الفكرة هنا هي بالمفهوم الكيميائي هي عملية كواجوليشن، هي عملية كواجوليشن. هذه البروسيس ممكن نمارسها في الماء إذا كان في المية كولويدال بارتيكلز. عشان هيك لو جيت تطلع في السيستم هنا في عندي عملية إضافة الكيميكال، وإضافة الكيميكال بلزم إنه لما أضيف الكيميكال أعمل عملية ميكسينج
ليش؟ حتى الكيميكال هذا ينتشر بسرعه في داخل كل الماء اساس يعمل عمليه. لانه لو انت جبت مغناطيس وحطيته في الغرفه راح ينجذب حوالي نتفه من البارتيكلز، لكن عشان تجيبهم كلهم لازم ايش تعمل؟ وعشان تستمسع كل ما حركته اصلا كل ما تمت لبوسس اصلا. اذا هذه العمليه اللي هي واحد واثنين عمليه خلط للكيميكال ومن ثم تحريك له داخل السيستم، هذه العمليه اللي بنسميها عمليه ليكواجوليشن. بعد هيك ممكن اعمل عمليه سيتلينج او عمليه سيديمنتيشن، اعمل عمليه سيتلينج او عمليه سيديمنتيشن لهدف انه البارتيكلز اللي صارت او الكتل اللي صارت هذه تصير لها عمليه ترصيب. بعد هيك ممكن اخذ الماء على فلتريشن، اخذه على فلتريشن على اساس البارتيكل الماء تصبه يصير لها عمليه فلتريشن. بعد الفلتريشن ممكن ادخل المي على عمليه ديسنفكشن، اذا فيها ملوثات بيولوجيه نتخلص من الملوثات البيولوجيه الموجوده في الماء، ومن ثم ممكن تاخذ الماء على ستورج تانك تعمل له بامبنج او ديستريبيوشن للكوميونتي. يعني هذا الشكل طبعا مش تيبيكال دايجرام، بس مش ضروري كل محطات المعالجه بهذا بهذا الشكل. بس اليونت لاحظ انه انت دائما بتعمل السيديمنتيشن قبل الفلتريشن، لانه دائما تحاول تشيل الاكبر فالاصغر، لانه اذا عملت فلتر ما 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 في معنى بعد هيك تعمل سيديمنتيشن، لانه اللي ما انشال في الفلتر ما بنشال في في السيتلينج تانك. بس اللي ما انشال في السيتلينج تانك ممكن انه ينشال او تتخلص منه من خلال عمليه الفلتريشن. زي ما رجعت بحكي هذا مفهوم عمليه ليكواجوليشن. لما انا بضيف الالوم والالومنيوم تبدا عندي ايون البارتيكلز اللي شحنتها سالبه تنجذب، طبعا تنجذب بسرعه، بتعرف دائما كل ما كان المفهوم المغناطيس كل ما كان اقوى كل ما كان الانجذاب عليه، ففجاه بتلاقي الكتل هاي. طبعا البارتيكلز بتصير متلاحقه، مش انه هذه بتكتمل بعدين بيبدا هذولاك يجن، مجرد انه بيبدا المجال سالب بصير الموجب ينجذب، مجرد انه بيبدا المجال يعطي الموجب نعم، فبصير تطلع فيها وكأنه صارت عندي ليرز من سالب لموجب لسالب لموجب لسالب. طبعا كل ما بلشت تكبر كل ما بلشت ايش؟ تنزل. يعني هي مش بتضلها تكبر بعدين بتصير تنزل، مجرد انه بتصير طبعا كل ما كبرت كل ما كان نزولها اصعب. هنا بقول لي الالوم وهو طبعا او الالومنيوم سلفايت از ذا يوجوال سورس اوف ترافولنت كاتيونز اند ووتر تريتمنت. الوم هاز ان ادفانتج ان اديشن تو اتس هاي بوزيتيف تشارجز. سم فراكشنز اوف ذا الومنيوم ايونز مي فورم الومنيوم اوكسايد اند هيدروكسايد باي ذا ريأكشن. بمعنى انه كمان انا اللي انا بضيفه على الميه هو كبريتات الالومنيوم، لانه كبريتات الالومنيوم ملح اهون من هيدروكسيد الالومنيوم اللي هو الاي ال او اتش 3. وهذا شو بعطينا؟ حتى الاي ال او اتش 3 ماده غير قابله للذوبان في الماء، بمعنى انه اذا في الميه هيدروكسيد في الميه هيدروكسيد ممكن يتحد مع الالومنيوم ويعطيني هيدروكسيد الالومنيوم، وهذه ماده مترسبه، وهذا معناته بيعمل عندي عمليه ادجستمنت للبي اتش. لو كانت البي اتش عاليه بنزلها لانه بقلل من كميه الهيدروكسيد. هسه مفهوم السيستم لو جيت اخذ الشكل التالي، لاحظ كيف التانك. انا بهمني كمصمم بناء على كميه الميه اللي بدي ادخلها، بناء على كميه الميه اللي بدي ادخلها. لما انا بدي اضيف كميه الالوم، هنا في نقطة مهمة عندنا، ايش احنا بنسوي؟ احنا هنا بنيجي عشان نعمل عملية خلط، بنجيب هنا زي نوع من المكسرز، والمكسرز هذه بتدور بتوربين، بتدور بموتور، والمكسرز هذا شايفينه عبارة عن ذراعات. إذا جيت أعطيكم شكلها بشكل عام، كلنا بنشوف المراوح تاعت الهواء، تاعت السقف. بس المروحة الشفط تاعها او البدل تاعها سوري البدل هوريزونتال الى حد معين، هذول البدل
فيرتيكال، البدل هدول فيرتيكال وممسوكين بالذراعات، والذراعات بدوروا مع مين؟ مع الماتور. هسا انا بلزمني اني اصمم حجم التانك عشان عمليه الميكسينج، اصمم حجم التانك، احدد قديش من البدلز هدول بلزمني وقديش مساحات البدلز وقديش الموتور بلزمه طاقه، على اساس انه لو بدي اركب هنا موتور قديش تكون طاقه الماتور. هدول الشغلات هم اللي من خلالها بتتم عمليه الفلكوليشن، اللي هي عمليه الميكسينج للميه، اللي من ثم ممكن اخذ الميه على سيتلينج تانك. هسا حسب المعادلات بقول لي انه بي اللي هي الباور ريكوايرد، الباور المطلوبه، بتساوي سي دي في اي في رو في في تكعيب على 2 حسب المعادلات. لو جينا ناخذ كل واحده منهم هنا، سي دي الكوفيشنت وي كول ات دراج كوفيشنت، وصراحة نجي نشوف كيف بنحدد قيمة الدراج كوفيشنت. بي قلنا هي الباور، اي البدل اريا، البدل اريا، البدل اللي هي عبارة عن المراوح هذول قديش مساحاتهم بالمتر المربع او بالفيت المربع، رو مساحاتهم كلهم، نعم مساحات كل البدل، رو عبارة عن الفلويد دنسيتي، عبارة عن اللي هو طبعا في الحالة هذه الفلويد عندنا اللي هو المية، الفلويد اللي عندنا هو المية، طبعا حسب كمية الأملاح في المية أو حسب كثافة المية ويكنتس. سي دي قلنا هي عبارة عن الدراج كوفيشنت، في هي فرق السرعة، راح نيجي الحين لهاي، فرق السرعة ما بين سرعة البدل وسرعة المية، لأنه أنا لما بعمل حركة في المية بصير المية لها سرعة دوران، بس ما هيش نفس سرعة البدل، هي الريلاتيف فيلوسيتي ما بين السرعتين هذولا. في عنا اشي وي كول ات ذا فيلوسيتي جريديانت، ذا فيلوسيتي جريديانت بروديوس از ا ريزلت اوف ا باور انبوت ان ا جيفن فوليوم اوف ووتر في. هسا بقول لي جي اللي هي الفيلوسيتي جريديانت بتساوي بي الباور على في مضروبة في ميو، في عبارة عن فوليوم للتانك، اللي هو أنا دائما لما بدي أصمم بدي أعرف قديش حجم التانك، وميو إتز فيسكوسيتي، هي الفيسكوسيتي. هسا إذا أنا جيت بناء على المعادلتين هذولا، لاحظ إنه الباراميترز مرتبطة ببعضيها، أنا في الآخر بناء على كمية المية اللي أنا بدي أحطها، بدي أحسب قديش بيلزمني حجم التانك، وقديش بيلزمني عدد البدلز وقديش مساحات البدلز اللي بتلزم وقديش الباور اللي بتلزم. بقول لي للديزاين، لعمليات الديزاين، جي اللي هي الفيلوسيتي جريديانت بناخذها تقريبا ما بين 30 الى 60 بير سكند كرقم لعمليات التصميم عشان نحقق اكثر افشنسي. طبعا حدا بقول لي طبعا شو يعني اكثر افشنسي؟ دائما بالنسبه لنا هنا اكثر افشنسي انه انا استخدم اقل حجم ممكن للتانك، لانه في الاخر التانك هذا تكلفه كابيتال كوست، اقل كميه من الكيميكال، اقل طاقه ممكنه، ولا مش هيك جوانب التصميم؟ انه يكون حجم التانك اقل ما يمكن، الكيميكال اقل ما يمكن. طبعا كيف الكيميكال اقل ما يمكن؟ الفكره انه لاحظوا انه هذه الايون من الالومنيوم لما احنا بنضيفه ببلشوا البارتيكل اللي يلتموا حواليه وهو ينزل، لانه بصير حجمه بيسمح له انه ينزل. احنا بدناش اياه ينزل الا لما يكون لم اكبر قدر من البارتيكلز، لانه لو نزل قبل ما يلم بارتيكلز اكثر معناته بدنا كم اكبر من الكيميكال. بنفس اللحظه بدنا نستخدم انرجي، لكن كل ما قللنا كميه الانرجي كل ما كان السيستم بالنسبه لنا اقل تكلفه، وبالمقابل انه خلال الفتره هذه وخلال الطاقه اللي استخدمناها نكون احنا خلصنا الميه من الكولويد البارتيكلز اللي فيها. فلما احنا مفهوم الافشنسي عندنا انه انا اعطي الكواليتي المطلوبه باقل تكلفه ممكنه، فعندنا في ديزاين باراميتر بتقول لي اذا كانت وذين هذا الرينج بكون بالنسبه لنا حسب الاكسبيرينس بتكون هذه في الحاله هذه بتعطيني اقل تكلفه. هنا كمان من العوامل المهمه قديش الفتره بتقعد، قديش
الفتر تقعد. طب تقول لي التايم، اذا انا بدي ادخل الميه على التانك والتانك حجمه في والميه اللي داخله بكميه كيو، انت بدك تصمم محطه معالجه، مش بتقول بدك تصمم محطه معالجه انت قديش بدك نعالج لك ميه؟ 1000 كوب بالساعه ولا 2000 كوب بالساعه ولا 500 كوب بالساعه؟ اذا كان حجم التانك في والمي اللي داخله كيو، مده بقاء المي في التانك تي، قديش بتساوي؟ كيو على في ولا في على كيو؟ طبعا التايم اللي هو بسميه هيدروليك تنشن تايم از فيري امبورتنت، لانه قديش بتستمر الفتره، قديش انا بجمع اكبر قدر من البارتيكلز. بقول لي جي اللي هي الفيلوسيتي جريدينت في تي، هذول التو باراميترز مع بعض تيبيكالي ما بين 10 قوه 4 الى 10 قوه 5. وهذه طبعا البارامترز ليش انا دائما بتهمني؟ عشان لما اجي اصمم بشيك على هذه الارقام، هل الارقام هذه اللي بتطلع الارقام هذه بتطلع وذين ذا رينج او لا؟ يعني هذا الارقام الرينج هو حسب الاكسبيرينس افضل رينج ممكن يكون فيه التصميم مور اكثر افشنسي. اذا جينا ناخذ اكزامبل على هيك حكي، بقول لي اووتر تريتمنت بلانت از ديزايند فور 30 مليون جالون بير دي، يعني محطه معالجه بتعالج 30 مليون جالون باليوم. The flocculation dimensions are اللي هو حجم التانك، بيت فيت طوله، عرضه 50 فيت، ارتفاعه 16 فيت. Revolving bodies attached to four horizontal shafts، يعني أنا عندي أكم شافت، يعني أكم موتور؟ أربعة موتور. الموتورز هدول بدوروا بمعدل 1.7 ريفوليوشن بير مينت، البدء الشافتس او الموتورز بدوروا دوران، حركتهم دوران بمعدل 1.7 ريفوليوشن بير مينت. ايتش شافت سبورت فور بدلز، كل شافت كم بدل عليه؟ اربع بدل. كل بدل ابعادها 6 انش ويدث و48 انش لينث، يعني هذه البدل ما هي عباره عن مستطيل، عرضه 6 انش وارتفاعه 8 انش. Bedels are concentrated 6 feet from the shaft، يعني هي الماتور البدل طبعا مربوطين مع الشافت بالذراع، طول الذراع 6 فيت. يعني متخيلين انه كل ماتور كل شافت فيه 4 بدلز. البدلز هذول لو جيت اعمل توب فيو هاي واحدة تنتين ثلاثة أربعة، الشفت هذا بدور ب 1.7 ريفوليوشن بير مينت، البدل 6 6 فيت 6 انش عرضها وطولها 48، الذراع اللي بتدور عليه البدل 6 6 فيت. طبعا لاحظوا احنا عندنا كم متر هنا او كم شافت؟ أربعة. التانك قديش طوله؟ 100 فيت. التانك طوله 100 فيت. لو جيت اشوف هذول موزعين أربعة داخل التانك على طول ال 100، على طول ال 100 فيت، كل واحد 12 12 12 12، معناته ما بينهم مسافة، ما بينهم مسافات لو بدي اوزع بشكل منتظم. بقول لي بدلز ار كونكتد 6 فيت فروم ذا شافت، اسيوم سي دي بتساوي 1.9، سي دي بتساوي 1.9. طبعا السي دي او الدراج كوفيشنت، عشان اذكر فيها، الدراج كوفيشنت هو فاكتور مرتبط بريلز نمبر، فاكتور مرتبط بريلز نمبر. اخذت ريلز نمبر في الهيدرو في الفلويد، مظبوط. طبعا هنا
سي دي لما عدي عليها كمان شوي، حسب كل نوع من انواع الحركه احنا عندنا الفلو، او حسب انواع الفلو كم نوع من الفلو عندنا؟ ثلاثه، لامينار تيربلنت وترانزيشنال. هذول الثلاثه حسب كل واحد في قيمه للسي دي مرتبطه بقيمه نورز نمبر. بقول لي and the mean velocity of water is 35% of the puddle velocity، يعني سرعة المية 35% من سرعة البدل. Find the velocity difference between the puddle and the water at 50 Fahrenheit. The density of water is 1.94 pound second square على الفيت المكعب and the velocity the viscosity is 2.73 في 10 سالب 5. Calculate the value of G and the time of flocculation اللي هو الهيدروليك تنشن تايم. بطلب مني احسب قديش قيمة G عشان اتاكد انه هي G within the limits، وقديش قيمة T. طبعا اذا حسبت T و G في T برضه لازم تكون within the limit. عشان نحسب الحكي هاي اول ايش؟ قديش سرعة البدل؟ قديش سرعة البدل؟ بقول لي انه لو جيت اجي هنا هاي بتدور بمعدل 1.7 ريفوليوشن بير مينت، صحيح؟ والبدل بعيدة 6 فيت. هسا قديش الترانزيشنال فيلوسيتي بتساوي؟ لا بتساوي 2 باي R N 2 باي R. طبعا بمفهوم كيف لو جيت تاخذ بير قديش هذه هي بتدور دوران، بتقطع كل ريفوليوشن، كل ريفوليوشن بتقطع محيط الدائره، ولا مش هيك؟ محيط الدائره شو بيساوي؟ 2 باي R، مزبوط. في عدد الريفوليوشنز بير مينت اللي هي 1.7 اللي هي ان، بس عشان احولها الى متر بير سكند على 60. وضع هاي النقطة، يعني انا البدل بعيد عن مركز الدوران 6 فيت، هذه بتدور ب 1.7 ريفوليوشن بير مينت، كل 1 ريفوليوشن معناته هي قطعت محيط الدائرة اللي هو 2 باي ار. 2 باي ار في ان تعطيني قديش المسافة اللي قطعتها خلال 1 مينت، ايه خلال بير مينت سوري. عشان احولها بير سكند بدي اقسم على 60. طبعا ار قلنا هي الراديوس وان هي الريفوليوشن بير مينت. من ثم في تي اللي هي سرعة دوران البدل بتساوي 2 باي في 6 في 1.7 على 60، فبتساوي 1.07 فيت بير سكند. هسا الووتر قديش سرعته؟ 35%. اذا في حسب المعادله اللي قلنا هي الديفرنس بين سرعه البدل وسرعه الميه، بدها تساوي سرعه البدل ناقص سرعه الميه. فاذا سرعه الميه 35% من سرعه البدل، اذا الفرق ما بينهم 65%. اذا الفي هذه اللي هي الديفرنس ما بين سرعه الميه وسرعه البدل بتساوي 0.7 فيت بير سكند. واضح هذه النقطة من وين اجت؟ المعادلة هاي لما قلنا هنا في تكعيب، في هذه بنقصد فيها الديفرنس في الفيلوسيتي ما بين سرعة البدل وسرعة المية. أنا حسبت سرعة البدل وبقول لي أن سرعة المية 35% من سرعة البدل، إذا الفرق ما بينهم 65%. هسا بناء على هاي هيك حكي بقدر احسب قديش قيمة الباور، قديش قيمة الباور حسب المعادلة. لو جيت اطلع على المعادلة، خلينا احاول اكتب المعادلة بعدين نبين كل واحدة من وين اجت. المعادلة بتقول لي انه بي بي بتساوي سي دي في اي في رو في في تكعيب على 2، صحيح؟ هسا
إذا جينا هنا هو معطيني سي دي بتساوي 1.9 صحيح؟ سوري. هسا أنا عندي الـ A قلنا عبارة عن إيش الـ A؟ مساحة كل البدل. هسا أنا البدل اللي عندي كم بدل؟ 4×4. مش قلنا كل شافت عليه 4 بدل وعندي 4 شافتس، إذا عندي 16 بدل. كل واحدة بتقول لي إنه بتساوي نص 6 انش في 6 انش اللي هي نص فيت. نعم في قديش؟ في 48 انش. لا هو طبعا هنا فيت، خليني اتاكد منها بس. نعم معناته اذا هي 48 انش بدها تكون 4 فيت. بس هنا طبعا لو انا جيت ارتفاع البدل، ارتفاع البدل 48، هسا ارتفاع التانك 16 فيت، ارتفاع التانك 16 فيت، فمش ممكن تكون ارتفاعها 48 فيت، لانه اي نعم. فهذه بس بدها تكون هنا، بس يمكن يكون خطا في حساباته، هذه بدها تكون في 4 مضروبه في رو، معطيني هو رو كام؟ نعم مضروب في V، اللي قلنا V هي عبارة عن الديفرنت في الفيلوسيتي ما بين البدل وما بين المية، اللي أعطاني إياها 0.7 على 2، أعطاني قيمة البي اللي هي الباور ريكوايرد. طبعا هنا لاحظوا الباور ريكوايرد مش فور وان شافت، الباور ريكوايرد للفور شافت. يعني لو أنت بدك تجيب فور شافت تكون التوتال باور لإلهم بيساوي هاي القيمة. من ثم حسب المعادلة اللي بتقول لي انه جي بتساوي، جي بتساوي بي على في في ميو اصحاف، انا حسبت البي والفوليوم عندي والميو عندي، ولا مش هيك؟ من خلالهم بتطلع عنا جي بتساوي 10.5 فيت على السكند بير فيت. اذا بدي احسب التايم، بدي احسب التايم، قلنا التايم شو بسوي؟ فوليوم على الكيو، والفوليوم عندي والكيو عندنا، حسبنا التايم. اذا حاولنا نضربهم في بعض جي في تي بيطلع جي في تي بتساوي 1.8 في 10^4، والمطلوب انه جي في تي تساوي تكون ما بين 10^4 الى 10^5. طبعا هنا بتساوي قديش؟ 2 تقريبا او 1.8 في 10^4. اذا هي within the range ولا not within the range؟ 10 within the range. كيف؟ نعم ممكن تكون الجي مش معقول، بس هو دائما الاهم انه تكون حاصل ضرب جي في تي within the range. طبعا هذا انت عملت عمليه تشيك على تصميم، انت عملت هنا تشيك على تصميم. لو حدا بده يصمم من عنده بدي يبدا من عنده، ممكن يبلش انه ياخذ تي هالقدي مثلا، او ياخذ جي في تي هالقدي ويبدا بناء عليها يحسب طب كم شافت ممكن احط، لان انا قدامي اكثر من خيار. ممكن انا اصمم بس ما اعملش 4 شافت، اعمل 3 شافت، وتكون الاضاعات مثلا بدل ما هي هالقد تكون هالقد. فدائما انا لاحظ انه ما عنديش وان ديزاين، اذا انا بدي اصمم كتصميم كاكزامبل تصميم ما عنديش وان ديزاين، عندي اكثر من خيار للديزاين. ولاحظوا هنا الديزاين، لاحظوا هنا الديزاين انه انت بتصمم حجم التانك، بتصمم قديش الانرجي اللي بتلزم، صحيح؟ معناته كل تصميم راح يكون في حجم تانك معروف وفيه باور مختلفه، وراح تلاقي انه كل ما كان حجم التانك اكبر كل ما كان الباور اقل، ولا كان مشكله؟ معناته بصير يعني انت الاصل دائما انك تصمم حجم اصغر. طبعا دائما احنا بالنسبه لنا في مفاهيمنا معناته السيستم انا عندي في كابيتال كوست وفي رننج كوست، صحيح؟ ولو انا تركت كل واحد فيكم يصمم، كل واحد راح يعطيني حجم مختلف وباور مختلفه. طب مين الافضل؟ الجهتين او كل التصاميم المفروض تعطيني نفس الافشنسي ولا لا؟ بمعنى نفس الكواليتي، لكن مين السيستم الافضل ساعتها؟ مين اعتمد؟ الأقل تكلفة كابيتال، في تكلفة
في تكلفتين. نعم هنا اذا انت جيت في السيستم لقيت عندك اكثر من الترناتيف، وكل الترناتيف فيه كابيتال كوست وفيه رننج كوست، في كابيتال كوست وفيه رننج كوست. اذا انت بتقول مثلا هذا السيستم، هذا السيستم الخيار هذا بكلفني هالقد، اذا كابيتال كوست بده يكلفني كل سنه هالقد على مدار 20 سنه وعلى مدار 30 سنه اللي هي مده المشروع. الخيار الثاني في كابيتال كوست مختلف وفي رننج كوست مختلف. احنا عاده عشان نحدد مين الخيار الافضل من ناحيه التكلفه ومن ناحيه الكوست بنحسب شيء بنسميه نت بريزنت فاليو. نعم، وهذا الحكي انتم بتاخذوه او اخذتوه في ماده الاقتصاد الهندسي، حسب قديش الانترست ريت اذا انت كنت يعني المشروع هذا بده يتمول من خلال تمويل بنكي، قديش الانفليشن ريت وما شابه، فبتحسب شيء بسموه نت بريزنت فاليو. وبالنسبه لك اقل واحد فيهن النت بريزنت فاليو الاقل بيكون هو الافضل. هذا طبعا من ناحيه اقتصاديه اذا كان المشروع هذا كله تمويل، اسف كله تمويل بنكي. لكن لو كنت انت مثلا حدا جايب لك التمويل الكابيتال كوست بتمويل وانت بدك تدفع حق الرننج كوست، دائما تشتغل على انه انت تقلل في تكلفه الرننج كوست ما دام الممول بده ينفذ لك المشروع هذا بغض النظر عن التكلفه تاعيته، فبصير خياراتك مرتبطه باليه تغطيه المبالغ. لكن بيور انجينيرنج انت فيك تحسب النت بريزنت فاليو ما دام المشروع له كابيتال كوست وله رننج كوست، وانا قدامي اكثر من خيار للتصميم. قديش حجم التانك، قديش عدد البذل، قديش عدد الشافت، قديش المسافات، هذا الحكي كله في الاخر انت تحسبه از كوست، از كابيتال كوست او از رننج كوست. ماشي الحال؟ يعطيكم العافيه.